معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان وعن والدي ووالد والدي وأبني وجيراني وأصدقائي وقراباتي وعلى الخصوص من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى تخيل يا مؤمن يا مؤمنة ونحن في هذه الليلة ليلة الجمعة أنكم واقفون على باب الضريح تشاهدون الناس تشاهدون الزائرين وكل ينادي السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين في هذه الليلة ماذا يتمنى ويطلب العبد من مولاه أبي عبد الله الحسين لسان حالكم يقول مثل يحسن ما زورا حضرتك عناي أريد بقبر تحضرني وبالوحشة تكون وياي أحضرني يا ابو اليمة في ساعة لا أحد ينفع أحكي العسر بعروقي أحكي اللقمة والمدمع خصوصاً ليلة الجمعة لما التلفلات تطلع تنور قبري بوجودك يلي ما شربت الماء مثل ما كنت أحط إيدي على قبرك أنا بعمري اقرأ الفاتحة شوف التربة يا براسي وانت بهالأمور تدري بحياتي وموتي الغالي أشوفك منيتي ورجواي فنيت بخدمتك عمري وتشرفت بالخدمة لا تنساني في موتي واحضرني يا كل يمة شرفني على ترابي واكشف عني الظلمة حتى بعالم البرزخ أطلبك يا حسين بهاي بعد يا مؤمن شنو تطلب بضغطة القبر أدري أماني والوسيلة انت تعال هناك واحضرني قبل ما عظمي فتة ومن خشمي حليب أمي بعد ما طلع حتى
جاي بعد عندك طلب يا مؤمن، حط ايدك تحت راسي، حط ايدك تحت راسي تشاهد سيدي منديل بيها انا جلت امسح دمعتي اللي عليك تسيل واسمك على الجفن مكتوب وانا مرتله ترتيب. والله بجيتك قبري يا الغالي تقر عيناي. بعد عندي طلب يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله عندي طلب، واذا تقدر تجيب امك وهي بحالتي تعلم. إذا تقدر تجيب أمك وهي بحالتي تعلم، يا ما ويا ما في عمري كنت أبكيك وأتألم، أواسي أنا بفقدك وليكم أعتني الماتم، ألبس أسود ثيابي والحسرة توجب حشاي. عندي سؤال يا أبا عبد الله، سمعت أمك الزهر يوم عصرها بين الباب الحاج تقول آمر على عبده وضربني، ومن ضربة للبال القاع ذبني، من كسر قلبه ولا حشمني. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل، السلام عليك يا وارث موسى كريم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتون، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي
الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. تقول الزيارة ثم تنكب على القبر وتقبله وتقول بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة أن يصيب يا أبا عبد الله أعظم مصيبة على قلب الحوراء زينب لما أخذوها من عندك على ذلك الجمل الطالع. شي تقول لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة. أنا ما أخوذة يا حسين قوة قوة شوف الشمر فيني إيش سوى إيش سوى يا زينب صوت علمتوني تلوى. أقول لمجدك يا زينب لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت بقلبي إلى مشهدك. الله يا مالك مشتاق للزيارة وأتيت بقلبي إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما أهلنا وأحبتنا في القطيف والعوامية. اللهم اكشف السوء والبلوى عنهم اللهم فرج عنهم اللهم رد كيد ظالميهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض اللهم داوي كل جريح اللهم رد كل غريب اللهم احفظ كل مطارد اللهم فك كل أسير اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى موتى وموتاكم ومات على الإيمان نهدي جميعا سورة مباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآله.